وخير دليل على هذا، على هذا الالتزام، هو قرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء وزارة منتدبة لدى وزارة الصحة تتكفل بملف الصناعة الصيدلانية وترقيتها وتشجيع استعمال الدواء الجنيس وتوفير البيئة الملائمة لتطوير هذه الصناعة محليا، والحل بقدر كبير من تبعية للخارج في هذا المجال وتقليص فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.